الموظف المطيع حكاية من التراث المنغولي. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت منغوليا مقسمة إلى عدة بلدان، وكانت جموع شعبها تنتقل من مكان إلى آخر يبحثون عن المساحات الصالحة لرعي الأغنام والماشية. وهذه القصة عن إحدى تلك المقاطعات التي كان يقتل فيها المسن عندما يتجاوز 60 من عمره. طبعا هذه العادة قد انقرضت، ورواتنا هذه من الأساطير القديمة. لقد كانت وسيلة معيشتهم الصيد وتربية الماشية، ولم يكن هناك مجال لإطعام المسنين الذين لن يستطيعوا العمل. لقد كان الأمر قاسيا، ولكن لا يمكن تجاوزه. هذا مسكن مهاري، وهو موظف حكومي. اليوم عيد ميلاد هاسال والدي مهاري، ويجب أن يقتل في صباح الغد لأنه بلغ 60 من عمره. في هذه الليلة يقيمون عشاء وداع لهاسال. حسنا، لنأكل جميعا. بما أنه يفكر بمصير والده العزيز، كان مهاري لا يشتهي أن يتناول الطعام أبدا. لقد زرت أماكن مختلفة ورأيت أشياء غريبة بخلاف معظم سكان هذا البلد. لا يوجد عندي شيء لأندم عليه في الحياة. يا بني اقتلني وأنا نائم، لابد أن والدتك تنتظرني. نعم إنها بالتأكيد تنتظرني يا بني. أبي. وعندما انتصف الليل مستحيل أن يقتل مهاري والده. اهدأ يا عزيزي، لنفكر بطريقة لإنقاذ والدنا، فهذا أفضل بكثير. نعم، حتى لو تركناه يهرب بالتأكيد سيجدونه. في الوقت الحاضر سنحفر كهفا تحت أرضية بيتنا ليختبئ فيه، وبعد ذلك يهرب. ما رأيك يا عزيزي؟ ولكن إذا اكتشفوا ما فعلناه ماذا سيحدث؟ ماذا؟ ولكن ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ سأخضع الجنود الذين سيأتون ليروا جثث والدنا بطريقة ما. والآن بسرعة احفر الكهف، فالوقت ضيق. يا لها من رائحة كريهة، ماذا تحرقون؟ أبي، مات والدك الليلة الماضية، نريد أن نرى الجثة. هيا هيا. ولكن الجثة في النار، انظر. أحرقتموه، لقد ارتكبتم جريمة خطيرة. من المفروض أن تتركوا الجثة كما هي حتى نتأكد من موته. هذا أمر لم يكن لنا الخيار. ذهب والدنا إلى خارج البلاد عدة مرات وأصيب بوباء جلدي خطير، وإذا لم نحرق الجثة على الفور فإن جميع السكان سيصابون بالوباء. نعم، ماذا؟ وباء المؤذن؟ انظر، هذا هو جلد والدنا. انظر. حسنا، تأكدا من موته. ابعدي هذا الجلد. هيا. نجحنا. قتلت آرون احد الخراف وألقته في النار لتخدع الجنود. بعد فترة، وبينما مهاري كان يشتغل في خيمة ألطان. مهاري، بلغ والدك سن 60 هذه السنة، أليس كذلك؟ ها؟ نعم يا سيدي، ولكن مات قبل فترة قصيرة. بالمناسبة كم عمرك الآن يا سيدي؟ ها؟ 57، 58، 59، 60. أحمق، أنا لست عجوزا، أتفهم؟ نعم. انتبهوا، مجموعة كبيرة من الخيال يتقدمون. ماذا؟ مهاري، اذهب وتفقد الأمر. حاضر. نعم، يا إلهي، عدد كبير. تريكل من بلد مجاور جاء ليقابل ألطان. ماذا تريد يا تريكل؟ ها؟ أستطيع أن أستولي على بلدكم بكل سهولة، ولكنني لا أريد استخدام القوة. سأعطيك لغزا، إذا استطعت حله سأتخلى عن الهجوم على بلادكم، وإلا سأحتلها. نعم، فهمت. ولا نحذر، أي الطرفين كان الجذر؟ أريد الجواب غدا صباحا يا ألطن، أتفهم؟ غدا صباحا. استع
استدعى ألطان الكثير من الناس لحل اللغز، ولكن لا أحد من بينهم كان يعرف شيئا عن الأشجار. أقبل الليل ولم يكن لديهم الجواب، وعندما وصل موهاري إلى البيت قص على أبيه ما حدث في ذلك اليوم. هذا سهل، حتى الطفل يعرف الإجابة، الطرف الذي به الجذر هو الأثقل. فهمت يا أبي، أنت رجل حكيم فعلا. في الصباح التالي اجتمع ألطان مع تريكل بجانب النهر. هل تستسلم؟ كيف يستطيع هذا الأحمق حل المشكلة؟ هذا البلد سيكون لي طبعا. تقدم يا مهاري. حاضر. الطرف الأمامي هو جذر الشجرة، فالنهر يسيل من الأعلى إلى الأسفل، وهكذا يكون الطرف الثقيل إلى الأمام. ماذا تعرف أنت؟ هل تعلمت هذا؟ كنت أعرف ذلك، كن حذرا، سأعود ثانية. عد متى تشاء. رائع، انتصرنا. ولكن عادت ريكل بعد أسبوع بجيش جرار. يا إلهي، هذه المرة يجب عليك أن تحذر. من أي حيوان يخاف الفيل؟ إذا لم تجد الجواب حتى صباح الغد فإن هذا الفيل سيسحق خيامك. لقد حذرتم، هل تفهم؟ لا أحد من سكان البلد رأى فيلا من قبل. قرروا أن يتركوا الأمر لمهاري الحكيم الذي حل لغز الشجرة. أمر ألطان أن لا يغادر مهاري الخيمة حتى يتعرف على الحيوان الذي يخاف منه الفيل. يا لا تذهب. هل توصلت إلى الجواب أثناء الليل يا مهاري؟ أظنه النمر. كما توقع، بقوته ومخاليبه الحادة يستطيع النمر أن يهزم الفيل. نعم، النمر أقوى الحيوانات. النمر؟ هل تعرف أن الأفيال تصطاد النمور؟ إذا ضرب الفيل النمر بخرطومه يموت فورا. إذا كما اتفقنا، لتسحق الأفيال الخيام. هيا. النجدة! عاد مهاري إلى البيت عندما غادر ألطان لمقابلة تريكل. يخاف الفيل من الفأر، مع أنه ضخم ولكنه عصبي المزاج ويكره الفأر عندما يقفز حول أقدامه، أفهمت؟ ولكن فات الأوان، لو نخرج الآن للبحث عن الفأر سيسحقنا الفيل بالتأكيد. لا تهتم، سأصيد فأرا. أيها الأطفال تعالوا وساعدوني. انتبهوا. قريبا سيصبح هذا البلد ملكي ولن أخسر أي جندي. لقد نجحنا. ماذا؟ وهكذا بعد موت تريكل عاد السلام إلى البلد. كنت تعلم من البداية بأن الفيل يخاف من الفار، أليس كذلك يا مهاري؟ لقد تسببت في أضرار كبيرة حتى أنني كدت أن أسحق تحت أقدام الفيل. اشرح لي في الحال، لماذا كذبت علي؟ ها؟ كان يجب أن تخبرني، أليس كذلك يا مهاري؟ أنا آسف، هسأل والدي، أعطاني الأجوبة، أعطاني والدي. ماذا؟ ألم يمت والدك عندما بلغ سن 60؟ ألم تقتل؟ كلا، لم أستطع قتله. حاولت أن أطلب السماح لوالدي ولكني كنت أخشى. ارفع رأسك يا مهاري، هيا ارفع رأسك، إنك بطل حقيقي، أخفيت والدك دون الخوف من عقوبة الموت. شجاعتك هذه أنقذت بلدنا يا عزيزي. ابتداء من هذا اليوم سوف أمنع قتل المسنين. لقد علمتني الاعتزاز بحكمتهم،
أما أنت يا مهاري فقد عينتك مستشارا لي. مستشارا؟ أنا مستشار؟ أنا مستشار مستشار أنا مستشار مستشار أنا مستشار. هل بإمكانه أن يكون مستشارا صالحا؟ على أي حال منذ ذلك التاريخ أخذ سكان هذه البلاد يعتنون بالمسنين.